45 السلام عليكم. كالعادة تلاقينا مع عمنا بابيون. بالك طوموبيل هذا قاعدة بوليتيك، قاعدة بوليتيك عشية وخلوي، حبينا نسخسيو شوية ونهزهم عند خونا بابيون الله يبارك، عنده موسوعة. كيفاش وش الحالة؟ وش صحتك الساعة قبل كل شيء؟ بون نقولوا نبداوها بالسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا السلام عليكم ومرحبا بكم انتم مشاوية. الله يسلمك الله يسترك، مرحبا بك انت ثاني. الله يسلمك. واش أول سؤال حبيت تسألني به؟ واش تعليق تاعك على وفاة الفقيد والمرحوم الفريق أحمد قايد صالح؟ صحيح. هو أول حاجة الرجل هذا احنا نقولوا الله يرحمه. الله يرحمه. وهذا الإنسان أنا شخصيا مكاني، ما أدري أنا ماني شاوي، أنا متزاير وراني شرشالي وأمازيغي، ولكن كاين أمازيغي من أمازيغي. أنا أمازيغي مسلم، أمازيغي كافر أنا ما نستعرفش به. كاين عباد أمازيغيين بصح كفار. أنا البارح بكيت. علاش؟ إيه كي يعني كي تفكرت القايد هذا، الناس اللي كرهوه ما على باليش أنا كذا، وكرهوه اسمه أحمد وجزائري وما درش حوايج كبار اللي احنا باش نكرهوه. ربما كنت انا واحد من الناس في الاول كنت معاه، ومن بعد شويه ما تفهمناش في الراي، نتاخذوا في الراي، وعنده راي وعندي راي. لهذا سنوزون باش باش نبقاو، ما باش نبقاو خاوه، احنا خاوه اليوم وغدوه والبارح، ويبقى هو حي بين عينيا. وانا بكيت البارح وبكيت اليوم الصباح، انا حسيت بلي الجزائر خصها واحد الرجل كيما هو. ان شاء الله مازال كاين رجال. قال كاين، مي بصح قضني الحال في بعض العباد انا نسميهم رخاز اللي ما يستحربوش برجال ونكارين الخير. هذو كاع اللي قياده الاركان تاع الارمي مزلين وستين الى يومنا هذا، واحد ما عنده جرأة دخل رئيس حكومة للحبس، ولا دخل والي أو وزير للحبس، هو لو سول. وأنا في الأول كنت معاه قلب ورب. الغلطة الوحيدة اللي هي ما تفهمتش معاه كي قال نروحوا لسبعة وثمانية وما راحش. الله أعلم، بالك عنده ضرب، بالك هو كي جا ما قراش كنقولوا، فهموا فهم واحد آخر. انا المهم انا وبيني وبين، وحتى ولو كان كاين حاجه صغيره احنا ما تخالفناش في الدين، تخالفنا في حوايج تاع الدستور تاع يعني حوايج تاع بنادم. السلام عليكم. فهمتني؟ السلام عليكم. فهمت. ونقول لك مره اخرى، علاش تزود معاك؟ خلينا نكملوا الهضره، ما تكبيناش الهضره ومن بعد سهل. ماشي مشكل، اسمع ما ترفع علي الفكره. فاهم؟ يبقى هو واحد ملي سولد الجزائريا، ونقدروا سيلي نقولوا لو بلو فيو سولدا، مازالوا اليومين هذا في 80 سنه مازالوا يلبس اللبسه، واقف على البلاد وتعب. خلي جونت. فهمت؟ وتعب، وكان مسكين من ناحيه لناحيه يجري، حتى ولو الناس غلطوه، مي صارش توجور القايد الجيريا من بلاصه من بات اللي اسمه عين ياقوت وشاوي، ونشرب به كامازيغي. حتى ولو دار غلطات غير ربي سبحانه ولا ما يغلطش. كلو بنو ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اما الناس اللي يكون امازيغي كيما هو بعض العباد اللي مثلا يتشبه به كيموت، هذه اللي غلطني من البارح، وانا بكيت البارح وبكيت اليوم الصباح وضرب قدام كان يبكي. غلطني علاش؟ الجيري يتشبه في الجيريا. اسكو هذا قتل كيما قتلوا الاولين؟ قتل العباد هذا القايد، قتل العباد ما خطرش العباد. احنا راه ملي بدات من الفاندو فيبريا ما مات حتى واحد، وراني قدامك انا اول انسان اللي دوموندا المرافقه تاع الجيش لا كومبانيومو. قلنا اليفي يعني الى المبتغى تاعنا، باش قلت انا واحد النهار بالك طروزيام جمعه ولا الله يعلم، قلت احنا لا كومبانيومو تاع الجيش او المرافقه باللغه العربيه، قلنا لازم نكون حتى لا تزيل قطرة الدم
جزائري وكما كان الحال وهكذا كان والحمد لله رب العالمين الحمد ربي وما سالت حتى قطره الحمد لله وما كان حتى السكري مثلا اللي ينتحل مثلا صيفه وقت ولا حقر ولا كذا كان متحكم في زمام الامور هذا احسن ما يورد والحاجه الوحيده نقولها لك ونعاودها وان شاء الله ربي يسمع له على كل حال اللي قال نروح لسبعه وثمانيه وما راحش ليها ان شاء الله بالك ربي يسمح له بالك ما غلطوه وهذوك اللي غلطوه ان شاء الله يخلصوا عند ربي مي ابار هذه ما دارش غلطات واحد اخرين ولا لا 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 دار غلطات انا ما شفتش انا والله ما شفتش اسمح لي اسمح لي دوكا دار غلطات ما دارش غلطات هو راه اسمح لي اسمح لي هو راه في دار الحق وحنا رانا في دار الباطل يا خويا حبيت نشهد خيكا حبيت نشهد فيه شهادة حق انايا انا قلت لهم واحد النهار قلت لهم والله العظيم لو كان يجي للمسيره ويجي يهضر قلت لهم انا غير نهضر معاه ونقول له يا عمي احمد انا كي مات راك شغل بابا مات فهمت راه بما ذهب لبابا وجزائري واسمه احمد فهمت يا اخي شوف شوف حنا حنا انا بالنسبه لي مركز مو في التاريخ ومازال ما مات في قلوبنا حتى ولو كان غلط قلنا اعيدها واكرر حتى ولو كان يغلط كل بنو ادم خطاء وخير الخطائين التوابون عماد قال لك عماد قال لك الهضره غدوه ان شاء الله نعم عماد قال لك الهضره غدوه ان شاء الله اي الهضره غدوه ان شاء الله قولوا في الميدان زعما غدوه المسيره 45 من ثوره هذه سلميه من الحراك واش راح نقولوا عليها غدوه ان شاء الله لازمنا نرحموا على هذا الانسان اللي تعب وفي نفس الوقت احنا المطالب تاعنا راهي تتجلى في نقطتين نقطتين الاولى يعني درك مادام هما داروا الرئيس وهذا الرئيس راه يقول بلي انا رئيس المجتمع المدني حنايا نقول له معليش انت رئيس المجتمع المدني ولكن انا اقتراح مثلا كاقتراح نقول له مثلا نديروا حنا واحد ممثل ماهوش ممثل انسان يهضر باسم ناطق رسمي تاع الحركه الشعبيه تاعنا ونديروا انسان اللي عنده مثلا اخلاق وعنده تاريخ من امثال احمد طالب الابراهيمي ولا الجد يتفاوض معاه وليس الحوار التفاوض على واه تفاوض على تسليم السلطه للشعب ايه هما روش على من فاوض نتفاوضوا معاه اذا حب يتفاوض التفاوض لانه فرق بين الحوار والتفاوض التفاوض هو سنياتيري سنيلي الشروط تاعي سنيلي اذا كان يعني اقتراح مثلا الاول سواء نديروا واحد من تاوعنا وهو ونروحوا للمرحله الثانيه اللي نتاع الانتخابات وانا متاكد بلي ندوها وتكون الشفافيه ويديروا الفوت الالكترونيك وعندي هذاك صاحبي عبد اللطيف هو اللي يدير الفوت الالكترونيك وتكون الشفافيه وانا متاكد بلي ندوها هذاك حل الاول عبد الله قال لك الحمد لله على سلامتك زعما وهزوك يامس ولا في المسيره تاع طلبه هزوك في المسيره تاع طلبه لا لا تاع الجمعه ومن بعد سير رجلي ما هزوكش يامس لا 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 ان شاء الله ربي يبعدهم علينا قسمه بقسمه لا لا راك فاهم؟ نقولوا ليسونسيال او بيان هذا الانسان نديروه بين نديروه بين الامر الواقع واش نديروا له مثلا؟ نطلبوا منه في التفاوض يبدل لنا المجالس كما قال هو المجتمعات المدنيه هذو من المجلس الشعبي البلدي حتى المجلس الشعبي الوطني اللي راهم دروك يحلهم ويحلوا في مكانهم اشخاص تكنوقراط يكونوا عندهم مستوى عالي وما عندهمش علاقه بال 20 سنه هذه اللي جات كيف راح تروح تفاوض اسمح لي كيف راح تروح تفاوض ولاتنا مازالوا في الحبس الخضر بورق عار ومازالوا في الحبس يا اخي هادوك لازم اطلاق سراحهم فورا لانه هذيك القضيه ما تدخلها ليش كورقه شكون اللي دخلها كورقه هما ولا هنا هما حابين يدخلوها كورقه يسمى نطلقهم مقابل باش ترضى بواش نحبوا نديروا احنا هذه لا هادوك يطلقوا سراحهم لانه المرحوم اللي راح قال الوحده الوطنيه احنا الوحده الوطنيه تبقى وهذا الناس واحد منهم مثل الوحده الوطنيه والانسان اللي يحبوا يشارعوا له مثلا تكون شفافيه ماشي ديروه بالحبس وترميه اما الناس اللي راهم في البليده مثلا
واللي راهم في الحراش هذوك واحد ما يهضر عليهم الشعب. هذا رشيد، رشيد معنا قال لك هذه ماشي هضره بابيون قبل الاعتقال في اليومين الاخيرين، ماذا جرى؟ واش راهم داروا لك ولا كش ما هدوك ولا كش ما عطاوك دراهم ولا وما يعطوليش؟ وربي هو اللي يعطي لي. هذا الانسان هذا راني نقول له بلي انايا اذا كان نبقى هكذا دائما. لا لا هو عنده حق، الهضره هذه ماشي هضرتك، تتبدلت هضرتك قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، ما كنتش تحكي هكا. واش حبيت نحكي انت؟ ما على باليش انا تبدلت. علاش تبدلت؟ ما هو قاعد يسقسي فيك. هي هو لازم يفهمنا كيفاش تبدلت. انا قلنا لازم حنايا، انا الحوار انا ما نامش بالحوار، نبقاو كل جمعه نخرجوا، مازال ما جبناش ريزلتا. هادو اللي يقول لك تخلط البلاد، البلاد ان شاء الله ما تخلطش، هذا اللي يحب يخلط يخلط روحه ان شاء الله، ربي يخلطه. وبنادم كي قلت الله يرحم اللي مات، اللي مات نقولوا الله يرحمه، يا ترى درك هذا اللي مات واش نقولوا؟ نسبوه كما راهم يسبوا بعض العباد؟ يعني يجوا شرعا. احنا مربين حضاريين وسلميين، احنا ما نسبوا حتى واحد. بارك الله فيك. هذا دي برينسيب تاع هاد لا ريفوليسيون هادي. هذا اللي قلت ما جيناش باش نسبوا ناس ولا باش انا باش نتبدل. انا راني ندير للخير، راني نقول اقتراحات، وانني واحد من الشعب، انا مانيش معليه. اسلام اسلام قاعد يسقسي فيك، قال قداه الوقت باش نديروا الاقتراح هذا تاعك؟ ها قداه الوقت باش نديروا الاقتراح هذا تاعك؟ نديروه فورا على حسب لي كاباسيتي تاع العباد. لازم نتوما تجيبوا لنا كل واحد من ولايه ولا ديروا حل باش نتلاقاو باش نهضروا. جيسكا كون نبقاو هكذا بعد على بعضنا بعض نهضروا او يكلوا بيناتنا نتفاهموا نديروا حل. ارواحوا مثلا بالجمعه الجايه ماشي هذه تاع غدوه نديروا مسيره وطنيه ونتلاقاو ونقصروا. ما اذا كان جيسكا كون نبقاو حنايا جمعه مول جمعه، شوف 45 جمعه ما جبناش ريزلتا. جيسكا كون قال لك كاين ناس تهضر تقول بلي الحراك راه مخترق والحراك راه تلفق وناس راهي ما على باليش. صح 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 صح. واش رايك؟ سا سي سير هذه كاينه. ونهار اللي كان الفيس دخلوا فيه وسطهم لي زانفلونس كيفاش نعيطوا لهم؟ مؤثرات لي زانفلونس. فوالا كاين حوايج اللي اثروا على هذا الاخر. وعلاش؟ لانه الشعب هذا الجزائري ما اتفقش مع بعضه بعض وما قصرش، رانا مجرد نخرجوا ونعاودوا ندخلوا. بلال قاعد يقول لك علاه راك تقدس في الطوغات؟ ها؟ قال لك راك تقدس في الطوغات بابيون، وقيلا زيروك. الطوغات شكون؟ هل القايد كي هضرت عليه الله يرحمه طاغوت؟ ها؟ وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد طاغوت ما يمنش بربي، قال كان يقول لهم انا ربكم الاعلى. وهذا الانسان هذا قال انا ربي. ما تفهمناش معاه في الراي. صح في الدين لا سياسة وحدها والدين وحده. انا قلت الله يرحمه ما يجوش، يعني شرعا باش نقول هذا الله يرحمه ولا كذا؟ راني نقدس انا كي قلت الله يرحمه. يا خي ناديه ناديه سيسيان ريزلتا بابيون لو حراك اي بيان ايديكي اي نستال بيرسون. كيفاش؟ قال لك الا كاين الا كاين حلول نستال بيرسون. شكون بو هذه انا ما فهمتش واش قصدها. انا المره ما نسمعلاش. عطيني رجال واش راهم يهضروا؟ انا رجال نهضروا مع رجال. انا ما درتش لانستالاسيون باسكو انا مانيش منتخب، انا نعطي اقتراحات. قلنا جيسكا كون نبقاو هكذا. انت شفتني درك وليت لك هذيك الاخرى صورت العباد. اه ها ليسات واش قلنا؟ واش قلنا ليويت؟ واش قلنا عليهم؟ الله يبارك ما عندي ما نقول عليهم. ها ما عندي ما نقول عليهم. تقدر تقدر تعطيهم هاد العباد الاسامي هذو؟ علاش هادو نهضروا عليهم اليوم نزيدو نهضروا عليهم؟ معليش اهضر اليوم نورمال. هادي انت راك صورتها انت ديجا. معليش وكتبتهم في كارطونه باسكو جيتي بريسي. قلنا ليويت صورها مليح صورها مليح. ليويت هاي معليش هاي ليويت الجيريان كي اون ماركي لو سافوار اي لا سيونس دون لو موند. ايوا بالقاسم حبه الى 195 يا جماعه ما تجمعوناش دروك يدوني انا الحبس 195 ريشيرش الكترونيك نيكليير و جابون. اه وي بون نبداو بالاول نمبر 1 هذا نور الدين مليكشي كي ا انفونتي لو روبو هو اللي اخترع الروبو. ايوا كي ا بليزيان انفونسيون سميهم برك سميهم برك سميهم بالاسم بالواحد
إيه أنا بدينا بالآن هذا يا جماعة ما اجتمعونا كي أ بليزيير أنفونسيون على نازا في لابلانيت مارس. إيه هذا العلم يهدر عليها ماشي أنا ماشي بابيونا يهدر. لو دو لو دوزيام سي كامل يوسف تومي سي لو بلي كرون سافون مونديال روبوتيك شيرشور روبوتيك في انستيشن اوف تكنولوجيك لي زيتازيني زيدو تروا برابط كمال صنهاجي الى فيليزيتيت او زيتازيني او يعرفوه مادو الناس يعرفوه واش راهم دايرين. كمل 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 الى لو بري نوبل دو لا ميديسين او زيتازيني سبيسياليزي او سيدا اختصاصي بالسيدا. بون تروا ولا الكاتريام هاو منا هاو سيس كاتريام بون اسنا شمال تروازيان ما لينا شمال بانا اني مش بيان. هذا كان الياس زرهوني درت عليه من قبل سيتان ديريكتور جينيرال درو ناسيونال هيلث اوف امريكا. كاين طيب حفصي سيت ان ايكونوميست الجيريان دو رونومي مونديال ديريكتور جينيرال دو ل دو لونيفرسيتي كيبيكواز ا كندا في كيبك. ايه في كندا وين راه واحد 7 و8 دوك مازلنا في 7 و8 7 و8 مهبلتنا 7 و8 هذا مصطفى شريف انا هضرت عليه ثاني من قبل. هذا راه اصله دوريجين وليد بلادي ويسكن هنا في لاسيتي مالك بن عكنون وكان يصلي مع الزواوله. هذا سيتان اكسبير انترناسيونال خبير عالمي جي ديالوغ دي كولتور اي ديالوغ دي ريليجيون يعني حوار حوار الثقافات والديانات حوار ديانات او المنتدى منتدى الحضارات وهضر مع حتى هذوك الاخرين لي باباس والاخرين تاع الاخضر معهم دي ديالوغ اكتيالمون الي دكتور على لونيفرسيتي دو لا سوربوني باري وفي لا فيلوسوفي هذه تاع الريليجيوز الفلسفه الاسلاميه لويت سي محمد عرقول هذا قرا في باب الزوار هذا في 70 دخل باب الزوار دكتور ديالوغ ميزيلمون اي اكسبوديونتال هذا اسمه يشبه شويه مصطفى شريف الى لو برومي بري نوبل ا اليونيسكو منظمه حمايه الطفوله ده البري نوبل معايا ولا ماكش معايا؟ انا معاك ايه انا معاك كامل بليس بوجه الخالي هضرنا عليه وعندي نيميرو تليفون تاعو البارح عيط له صوناه وما رفد ليش واش راه يديروا هادو زعما هادو لجنه الحوار ولا واش ما فهمتش انا واش هما هادو هادو الناس هادو اوني بوزوان بور هاد لي زانديفيدي هادو باسكو الجزائر بحاجه للمخخ تاعها وهما دروك يديروا لنا حلول فهمت انا ما يجيش واحد امي يقول لك ندير وندير وندير وما ندير ما ندير انا عندي ثقه في هاد الناس اللي قاريين ربي يقدر العلم واول صوره نزلت على محمد هي اقرا راك معايا ولا ضدي؟ راني معاك ايه هادو الناس هادو سي دي زالجيريان معليش هادو دي زالجيريان هادو نهار ما داروش ثوره معانا ها؟ هادو نهار ما داروش ثوره ما داروش مارش هادو حنا يديو كيف واحد تجيب ناس من برا ما داروش ثوره يهضروا علينا؟ حنايا نوكلوهم نتايا حنا نعطو لهم وكاله باش يديروا لنا دي زيتود دراسات على الوضعيه تاع الجزائر اسلام اسلام قاعد يقول لك السيستيم ماهوش راح يسلم السلطه بالسهل جيستوم بورسولا اللي قلت لك انا اقترحت لك ونديرهم للزوج هادو قلنا سوا نديروا واحد متى وعنا كيما محمد طالب ابراهيم ولا الجد يروح مع لو ديزيام تور او بيان نديروا له ان شونجمون راديكال نبداوها من البلديه حتى المجلس الشعبي الوطني ينحلوا كاع هادو البلديات نديروا هنا جديد تكنوقراط. فهمت خاطرش باش هذا الرئيس نربطوه مالي فهمت باش هذا الرئيس نربطوه باش ما يخرج لناش على الموضوع خاطرش لو كان يدير هو الناس تاعو راح يطيحنا في ورطه
هاك معايا ولا ماكش معايا؟ معاك ايه. هذه سي اوبليغاتوار، ميم حتى لي بارتي لازم نحل الاحزاب ونديروا احزاب من الشعب. هذا اللي صار ضد السيستم. المجالس والمجالس كيفاه؟ بلديه ولائيه؟ حل المجالس والمجتمع المدني حتى الجمعيات والاخر يتبدلوا كاع دو اجيس كازير باش راه هذا الرئيس نديروه بين الامر الواقع. تذكر راه هو راه حسينا في حاجه بوزيتيف، حاجه مليحه. لو سينا هذا تاع عباد مرفين دي ملياردير يدوا كيفاش نقولوا لها، باش نقولوا لهذيك الحصانه باش يديروا رايهم في البلاد. هذو الناس كي نحيهم مليح خير ولا لا؟ لا صح. تبقى هذا المجلس الشعبي الوطني ما نديروش الحفافات والمعلمين كما بكري، نديروا دي جون كومبيتون كيما هاد الدكاتره اللي هضرنا عليهم، يبقى يخدم في الامريكا والقري وفرنسا وشنو يكونوا عضو في البرلمان باش يعطي رايه يحضر الجلسات. ميساج للناس اللي حبس الحراك وقال لك بلي الحراك راه مخترق. هادو ماشي حبسوا وما يسموش حراك، هذا راهي ثوره، والثوري ما يوليش اللور. ربي يقول في القران ولا تولوهم الادبار، ما تعطيش لهذوك بالظهر، لازم تكمل. وشنو الثوره تاعنا؟ احنا بنيه سلميه وتكمل سلميه، فهمت؟ وحنا ماناش عدوانيين. ربي سبحانه وتعالى قال لك ارحمهم في الارض يرحمكم من في السماء. صح. احنا ناس رحمناهم قول الله يرحمه. هاك شوف الكومنتار واش قال لك، قال لك انت راك كاش ما داروا لك. اسمع ما يجوش يرحموا على الناس ولا كيف؟ هذا بنادم كافر ولا بنا كنيسه ولا في السياسه ما تفهمناش. رساله للناس اللي راح تخرج غدوه في الجمعه 45 من الحراك. اي جوستومون احنا واش رانا نهضروا سي لو بلون داكسي. هذا غدوه قلنا واش لازم نديروا، وهذا هو المطالب تاعنا. تراك معايا ولا راك ضدي؟ انا معاك. انا ها معاك. هذول راهم يكومونت ويقول لك واش داروا لك، ماكش انت تاع بكري. علاش بعت الماتش انا؟ وعلاش كنت ما عندي هنا وهي راه هكذا؟ انا نبقى هنا، انا ما يعطوا لي دار ما نديهاش. هذا راهو يقول لك دوكا واش رايك في شنقريحه؟ شنقريحه؟ ايه شنقريحه يقولوا راه صاحب القايد صاحبه انتيم وكبروا كيف كيف، فهمت؟ نقولوا هذا كيس اللي يسبح السبحه تاعو ماهيش مصنوعه بالبلاستيك، مصنوعه بالرصاص. كاين هضره، كاين هضره زعما امير قال لك هذا واحد قال لك امير راهو هضر قالوا بلي القايد راهو مات مقتول قتلوه. هذه من لا يعلم الغيبه الا الله، هذا غيب احنا ما شفناش ما نعلموش الغيب. احنا المهم نعرفوا بلي القايد جرى وتعب. او غير ردوا على الناس اللي راهم يهضروا ماشي يهضروا من عندنا ولا ما نسقسيو فيه. انا نفهم فيك صحيح، وراني نجاوب الناس ونحترم الناس ونحترم كاع الشعب، الا الانسان اللي يكون عدواني ما نحترموش انا. باش نكونوا عدوانيين نكرهوا بعضنا بعض، هذه ربي ما يحبهاش. ما ديرولناش جمعيات يا جماعه درك يرفدوني، فهمت لا العقليه وين راهي؟ فاهمك. حنا اي واحد جزائري شراويشنا صارف تشوي تشوي ذاك الشيء ما يخسرش كذا هذا المسلم وزين كسر. حنا رانا شوف جزائريين امازيغيين مسلمين، بصح ماشي امازيغ عدواني. انا مانيش كافر، انا مسلم، واي واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله راه خويا في الدين ولا لا؟ لا. وكي نحبوا الناس في الله ونكرهم نكرهم في الله. شوف شوف الجزائر هذه تسع الجميع، تسع الناس كامل، تسع المسلم، تسع المسيحي. هذه قضيه الدين راهي، اسمح لي خلينا خلينا نكمل لك. الدين راهي علاقه بين الانسان وربي سبحانه يا اخي. هكا تسمى واحد كي ما يكونش مسلم تسمى نقتلوه نحوزو حنايا. لا ما فهمتنيش، لهم دينهم ولنا دينهم في القران في سوره الكافرين. يا اخي لكم دينكم، حنا نطبقوا الدين تاعنا ونحترموا الديانه تاع الناس. سيري سيبروك مام هما يطبقوا الدين تاعهم ويحترموا الدين تاعنا. ولكن باش حنا واحد اسمه محمد من عين ياقوت من باتنا ما تفهمناش في السياسه، رجعوه حاجه واحده اخرى وما نقول ما نصلوش عليه ولا ما نقولوش الله يرحمه، هذه سيغراف. ايه هنايا لا كيسيون اسكو فو ريسبكتي لي فام، تما انت علاه ما تحترم المراه و باسكو الناس قاعدين يلاحظوا فيك. ريسبكتي لي فام اه وي، تما الناس قاعدين يلاحظوا فيك، ماكش قاعد اسمح لي ماكش قاعد تحترم المراه. هذا لا لا هذه ما يعتبرش احترام. وش هو؟ هذه المراه مراه والراجل راجل، فهمتني؟ انا ما نقصرش مع نساء وما نتعاملش مع نساء، نساء يتعاملوا مع نساء ورجال يتعاملوا مع رجال، وربي يقول لا يستوي ذكر والانثى، ماشي كيف كيف. هذو اللي يحبوا يسووا هذوك علمانيين، انا ماشي علماني انا مسلم. انا الشعار تاعي لا اله الا محمد رسول الله،
شعار تاعي ماشي لا اله الا الحياة مادة، انا مانيش شيوعي انا مسلم. واش حبيت تزيد الاضافه؟ انا ما قلناش الانسان نقتلوهم، يريحوا في الدار يديروا المهمه تاعهم، يديروا الكسره ويولدوا ويولدوا لنا رجال يسوقوا الطياره، وما نحوسوش هما يسوقوا الطياره كما قال بن باديس الله يرحمه. قال لك حنا نحوسوا يولدوا لنا رجال يسوقوا الطياره، ماشي نحوسوا هما يسوقوا لنا الطياره. هذا قال لك واش رايك في تبون؟ والله يدرك مادام هو تبلاصه درك شرعي، ما هو شرعي راه تبلاصه، راه شاد زمام الامور. والقايد الله يرحمه، يعني نقول الله يرحمه مره اخرى لانه احنا ماشي عدوانيين. يا جماعه ما ديروا لناش تجمعات، درك راح يرفدوني ومن بعد نولي في ورده. هاك ماهي فهمني؟ صح يا جماعه ما ديروا لناش تجمعات. الديمقراطيه في امريكا وفرنسا، احنا الديمقراطيه في جهه واحنا في جهه. واش حبيت تزيد تقول لي؟ قال لك واش حد اعطينا نصيحه للحراك؟ ماهوش حراك ثوره، هذه كلمه حراك ما زيدش. ماليش نصيحه للثوره هذه. هذه ثوره نقول لهم السلميه ديناها ونكملوا بها سلميه، ونعطوا افكار اللي تبني واللي ماشي اللي تريب، واللي عنده اي واحد حول هذا مجرد اقتراحات، اي واحد عنده اقتراح يتفضل به. يا حسن هذا الناس سوق الحراج اختموها ولا؟ بغيت تختمها اختمها. اي باسكو سوق الحراج دروك يدوني. يدوك الغشي بزاف خاوتي. هيا صحيح معليش من بعد ان شاء الله. هيا قول لهم كلمه الاخرين ختموها ون غدوه غدوه في لي كومونتير باش نجاوبوهم. ايه كومونتير تفيا كيلي بوك مون فخير تما وين راك هذا قال لك دروك يجوا يدوني. هذا قال لك دوك يعاود يولي، دوك يعاود يولي، روح هو اللي يدير الفوطو. معليش تما كيتريموا غير هنا بركا ولو باسكو كيكون غشي كيكون غشي يرفدوني. زيد كمل، قداش كاين كاميرات منا ولا؟ زيد زيد كمل لي كومنتير. هاني نكمل لك دوك نقرا لي كومنتير. ما مستقبلي شاوي يا اخي فهمت. ايه مارد ما قدينا شاوي. هذا قال لك بابيون خير من تبون وشنقريحه. معليش حنا نحترموا الناس كاع لي زاتريما كاع خلق ربي كاع نحترمهم ولو كان جاي الجاي. ايه الجمعه هذه فيها ثوره باينه. ايه ثوره راهي ما ناش حابسين. سلام صحيتو لاباس خويا العزيز؟ لاباس الحمد لله كما العاده. كمل. ايه كمل واش يا جماعه رحم والديكم ما تليموناش درك يجوا يدوني. سي بون نورمالمون واش راح تزيد لهم باش نكملوها نختموها ون زيدي لا مكاينش نختمها. ازيدوك شما دي كيستيون خاوتي كشما اللي يحب يسقسي. هنايا راني في الخدمه. قال لك واش تكون انت بابيون؟ عبد كيما انت قول له انا تريما. وبابيون قول له ماهوش يحوس على خدمه ولا يحوس على طوم ولا يحوس على دار ولا على دراهم. انا داير شي هذا لله في سبيل الله. سينو كان على بالي دي فيديو فيهم جوج ملايين فراني درت تليفون فراني نخلص عليهم. قال لك بوركوا تي ا بور دو لا بريزون اليا ميم دي فام اون بريزون. تسمع لها راك خايف من الحبس مالغري كاين ميم نسا راهم في الحبس. بصح الحبس كي تدخلوا دخلوا بصفه راجل ما تدخلش بصفه امراه. سردوك يموت سردوك ما يموت دجاجه. انا ندخل الحبس في الباطل تغيظني عمري كي ندخل ندخل على الصح ولا لا؟ صح. تسمى كيفاش نسب الناس نظلم الناس باش نروح للحبس؟ هذه رجل هذه كي ندخل راجل على الحق. سقسي فيك يسقسي فيك قال لك هذا واش اسمك؟ ها؟ واش اسمك؟ قول له بابيون. بابيون بابيون سيتو. قول له بيتر فلاي. ايه بو فرطته بالعربية. زيد الفراشة بالفصحى. زيد واش نسيبوا؟ يا اخي قلت لهم يسموني عبد الله زيد عام ما شاء الله نسكن في اضلاع. عطيتهم كاع الادراس والاسم. عبد العزيز قال لك بابيون في اتونسيون ا توا. لوحي راك ابو زوان دو تيزيد سامحنا زي كيك اي حد اقصد تشا اقصد تشا على الحبس انا دير اقصد تشا اقصد تشا اه ان شاء الله حشيها لي درك يجوا ما انت تهرب اقصد 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 صلاح يسب الحس يا ودي نعل بليس يا رجل وحكي تويها صلاح حكي لها فيديو قال لك واش رايك في كريم طابو هذاك راه واحد احنا خاطينا الحزام حنا الحزب رايحين نحوم ان شاء الله ديروا حزب جديد من الشعب من هادو اللي مشاو معنا من 22 ولا الله يحفظك. ايه قال لك علاه راك تخاف يرفدوك ياك حر طيب حر قولوا في لي طرونجي هنا ما كاينش ديمقراطيه قولوا ديمقراطيه برك عنوان برك
شنو سيد بوزال كيسه برك عليه الله يطلب الصلاح وان شاء الله هذاك مجاهد وعنده الحق ثقه للجيش ميليشيات لا 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 ما نعبروش تعبير احنا ما سمعناش احنا ما سمعناش قال لا لا ما نتهموش لا لا ما نتهموش هذا واحد قال لك امين قال لك واش راك في الصحافه الصحافه كانت بكري عندنا بزاف ما سمعناش بها عندنا واحد العام ما سمعناش الصحافه بزاف قالوا بكري كنا نسمعوا الصحافه ويام بكري الصحافه تخدم على يدهم هما الاكسبريسيون اللي تعجبهم قال لك واش ندير واش رايك نديروك ممثل الحراك تايا انا راني ندير دي بروبوزيسيون راني نبروبوزي برك انا خاطيني انا خاطيني المسؤوليه ما نحبهاش كون نحبك وانا نمشي واش راح تقول نعيمه صالحي واسامه وحيد الناس اللي راهي دير في الفيتنا قولوا الله ينعل ما ذكرت هذيك الفيحه يا اخي قلت لهم عطوا لها 2000 فرنك تروح تغسل النجاسه تاعها وانا ما نمشي بالاحزاب ذكر الحين ان شاء الله نديروا احزاب ونديروا حزب واحد ليوحد الشعب ماشي اللي يفرقهم فهمت لي واحد الشعب ماشي اللي يفرقهم اللي يفرقهم ان شاء الله رب العالمين يفرقوا هو بعضه ذراعه بجهه وراسه بجهه واش هي التوقعات تاعك الجزائر ما بعد قيد صالح يا اخي قيد صالح الله يرحمه كاين رجال واحد اخرين انا كل ما نتفكروا نبكي لانه تعب مسكين حتى ولو ماشي قاري حتى ولو غلط وبالغ انا ان شاء الله من جهتي راه مسامحني ولا والله يرحمه ان شاء الله مازال كاين رجال نسالهم من الايد يسلموا عليك قولوا يسال عليكم الخير زيد لي ديتيني دوبينيون واش راح تقول عليهم لي ديتيني دوبينيون لي ديتيني دوبينيون هذوك لازم يطلقوهم بدون شروط لانه ما كان حتى حاجه تدل باش ديرهم في الحبس لي تاع الحبس هم في الحراش اللي سرقوا وصحابهم هما ثاني يعرفوا صحابهم اجيلنا مع اجيل لازم يدخلوا هذا محمد قال لك جيمري بيان تو فوار كوم ممبر دو بانال دو ديالوغ دو نيغوسياسيون بالك تما تكون عنصر تكون عضو في الحوار الى حوار ما قلنا ما نديروش لو ديالوغ نديرو كيفاش قلت لك انايا ما كاينش حوار نو نديرو تفاوض معاهده او تفاوض تعهدوا معاهم تعهدات او مفاوضات باريكري بارسينياتور باش ما يدورش عليا يا حسره راه من السوق على بالك راه لا وراح يدوني ويدوني وما يدونيش عم خطره وكيدوني واحد ما يتبعني كاينه كيستيون مليحه قال لك واش رايك ما رايك في محاوله السلطه في تقزيم الحراك الشعبي ومحاوله التقائه في منطقه القبائل ووصف الذين يخرجون بالمعارضين فقط حنا بيان سور معارضين مادام راح لا لا باسكو هما راحين يلصقوا قال لك الحراك راه تاع قبائل برك ماشي تاع البابل الجيريان نو سيفو 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 الحبايب القبائل حنا كاع قبائل بصح قبائل الحرين انا القبائل اللي يسب الناس ولا يدير مشاكل ولا يقسم البلاد هذاك ماهوش قبائلي القبائل اللي واحد الامه ان شاء الله ربي يقبلوه وحنا نقبلوه ان شاء الله صحيح. فهمت والقبائل اللي واحد اللي يفرق الامه ولا يدير الفتنه الله لا يقبل عليه ناس تيزي وزو امي رحبوا بك وقالوا لك فوت علينا جوز تيزي وزو ان شاء الله ان شاء الله قولوا كل فقيم دير قازن قولوا رحمت في القايد يا ناس هاتي رحم ربي باسكو انت مازيغ ذا شاويسي عين ياقوت مالغري يغلظ اسني ربي كي سامح اما انا ماشي اما اما اش كذا مغناز دم قران لا الله يسلمك اريد متى الى مش متى ترني سنتيني بالك وين رنيك داين ارنيس مبارك مزيغ متى سنتيني دي مزيغ مزيغين حرية لا حرور اسني نقيم دير قازن رحمت فوق القازي موزن ربي راه غفور رحيم ربي قاصر الرحمه انك ارحمهم في الارض يرحمكم في السماء اكسث الحقد اكسث صفام صفام ولاون فوالا صفات ولاون نشري شكد يوم نشد يوم اي تريد انقيم باش انا بنها مورث النغ وني خسري هذا ما مورث سني روح خضاينه شكي ماشي زينه اما ايه اما نخدم باقي الاسبوع ولا ربي ايه يا ولي حلاج انا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وهذا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. ايوا ثاني ميرث لاك تلقى منك. هيك ان شاء الله قي لا مارش. صح.